العنوان راه نفس العنوان اللي عند الاخ غلام القصريه كتواجد بالقرب من ام نيكولا في عبد المؤمن اللي انفص معهم محطه الترام يعني ديال الكليه. انا غادا داخله، انا غادي نشرح لكم كيف ما كتشوفوا. انا دخلت مع القصريه وانفص مع القصريه، انا معاك ندخل مع الباب البنات بالقرب من المحل ديال غلام. ها هو المحل ديال غلام اللي شفتو ياك، وكاين حداه الخياطه وحداه الاخ ياسين اللي كيبيع المجوهرات الثمينه والجميله. وعلى الدوره ديال ياسين انا غادي ندور، غنبقى غاده هانتوما غادي تشوفوا المحل يعني اللي كيتواجد في قصريه الزموري الموجوده بدرب غلف. غادي نوريها لكم البنات، هانتوما ها هو المحل البنات، هانتوما هذا هو المحل. وها ناصر في كيطوي في جلالب، هانتوما ها المحل البنات، شوفوا هو هذا المحل. السلام عليكم متتبعي قناه ضحى غالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حله جديده وموضوع جديد. كيف ما كتشوفوا انا لابسه اللباس التقليدي، اللباس التقليدي عمره ما كيموت، عمره ما كيموت في المغرب، دائما تيبقى بواحد الاناقه وبواحد الشياكه. بزاف الناس سولوني على التواب ديال الشتاء، وجيت عند الخياط ديالي اللي هو ناصر، كنت كنخيط عنده جلالبي، واقترحت عليه باش نبين التقليدي ديال جلالب وفي نفس الوقت نبين حتى التكاجه والقفاطه. دونك ما غنزيدش نطول عليكم، غادي نخليكم مع ناصر. مرحبا بكم المشاهدين في قناه الضحى، مرحبا بكم. كاين جميع الاثواب ديال الشتا، كاين لي كاغو في اللوينات، كاين الكشمير الغليظ في الالوان، كاين المبرة ديال التاج السخونه، كاين الشكلات بزاف. جميع الثواب السخان ديال الكشمير اللي يجيو جلابه مخزنيه ودير فيهم خياطه خفيفه على حسب الموديل اللي بغيتي، جميع الاثواب كاينين، اي موديل بغيتي كاين ان شاء الله. دونك انت دائما عندك الجديد، ديما كاين الجديد ان شاء الله. وجيو عند ناصر، غادي نخلي لكم رقم الهاتف ديالو مع الفيديو ان شاء الله، وكنتمنى انكم تجيو عنده تزوروه، راه غير داير الملحه في الطعام ان شاء الله. ياك الاخ ناصر ان شاء الله، مرحبا بالجميع ان شاء الله. المهم غادي نخليكم البنات مع الكماله ديال الفيديو. البنات كيف جاتكم هاد التكشيطه اللي لبستي؟ انا بعدا عجبتني، وعجبني هاد اللوين بوردو بزاف بزاف، والخياطه متقونه بلي زاكسيسوار. لي زاكسيسوار البنات كيف ما كتشوفوا كاين خاتم، وكاين غورميت اللي كتشوفوا اللون ديالها فيه الخضيضر وفيه البلون وفيه البوردو اللي هو مطابق مع اللون ديال التكشيطه، وفيها طوينكات حتى هي تقريبا نفس اللون، والكوليه يعني جي تبارك الله ما شاء الله عروسه تبارك الله عليا. وخلاص ياك اخويا ناصر، لا لا يخطيك البنات. هانتوما شوفوا هاد التكشيطه هادي، غادي نخلي الاخ ناصر هو اللي غادي يشرح ليا هاد التكشيطه هادي. بالنسبه لهاد الخياطه اللي هنايا هادي كتقولوا ليها السفيفه؟ لا هادي السفيفه بالنسبه للسقل اللي كارتي ومبرد تاج الحرير. تاج الحرير، تاج الحرير ومطروزه بالسم باطو، مطروزه بالسم باطو ومكتبه بالعقيق. اها زعما خدمه ديال يعني خدمه متقونه، وحتى هانتوما البنات شوفوا خدمه متقونه البنات، هانتوما شفتوا من داكشي. والقفطان ديالها اللي هو الثوب ديالو منين؟ هذا الثوب دو ميسوا ديال الحرير، هذا ديال الحرير البنات. وهانتوما الخياطه، هادو شنو كتقولوا لهاد العقيدات؟ هادو العقيدات يعني هابطين حتى للتحت، ودائما غادي تلقاو فيها فتحه الوسط، يعني تبارك الله ما شاء الله تكشيطه خياليه. لك سيدتي تلبسيها وتباني فيها، علاش لا؟ كيف ما كتعرفوا اللباس التقليدي كيكون شويه غالي. دونك انا غادي نلبس القفاطن هما الاولين والتكاشط، غادي نوريهم لكم عاد باش من بعد غادي ندوز للمرحله ديال الجلالب والثواب ان شاء الله. هذه الثمن ديالها شحال كيبقى؟ هذه الثمن تبقى 2000 درهم، يعني هذه 2000 درهم. كيف ما كتعرفوا لا كاليتي راه كتبان، والثوب حتى هو كيبان وكتستاهل الثمن. يعني ربما جات عندك شي كليانه وعجباتها وبغاتها، غادي تقاد معها الثمن. مرحبا اختي ضحى، مرحبا. دونك ها هو قال لكم ناصر مرحبا بكم. كيف ما شفتوا خياطه متقونه، ها نتوما البنات ها نتوما شفتوا. وهاد لي زاكسيسوار هادو راه هما من عند الاخ ياسين اللي حدا الاخ غلام، يعني لي زاكسيسوار منطابقين مع التكشيطه فنه غزاله، وبالمضمه ديالها اللي عجبني هو المضمه ديالها سامبل سامبل، يعني ما فيها لا طرز لا حتى شي حاجه، كتبقى سامبل كتبقى سامبل بالنسبه للنفس بالنسبه للمضمه، يعني باش تبان. تبارك الله عليك خياطه متقونه وخياطه تبارك الله زوينه. دونك هذه البنات 2000 درهم كيف ما قلت لكم، اللباس التقليدي كيبقى شويه غالي، وان شاء الله الا جيتوا عند الاخ ناصر راه غادي ينقص لكم في الثمن. كيف ما كتشوفوا البنات هذا قفطان اون بياس، هذا ياك هذا الثمن ديالو الاخ، هذا بالنسبه للثمن 1200 درهم. هذا 1200 درهم، وشنو الفرق ما بين التكشيطه اللي لبست وهذا
القفطان الثاني. هذا بالنسبه للقفطان بيسه وحده. هذا غير بيسه وحده. هذا بيسه وحده والاخر دو بيس. دو بيس. هذا هو الفرق بين الاثنين. دونك والخياطه كتبقى نفس الخياطه. بالنسبه للخياطه بحال بحال. ياك وهذا الثوب حتى هو بحاله بحال الاخر. بحال بحال حتى هو مبرد التاج ديال الحياه. انتم البنات شفتوا يعني خياطه متقونه واللباس التقليدي كيبقى دائما انيق. وكيبقى دائما عاطي واحد الجماليه واحد الاناقه واحد الشياكه لك سيدتي ولك فتاتي ان شاء الله. هانتوما شوفوا تبارك الله زوين هذا الشيء وخياطه متقونه. كيف ما نعاودوا نذكروا بالثمن قلت لي الثمن 1200 درهم. هذا 1200 ما بين التكشيطه والقفطان وهذاك دو بيس وهذا اون بيس. وان شاء الله الا جيتوا عند ناصر راه غادي تصاوب معكم البنات. معكم قفطان جوهرة ياك؟ هذا تشوب جوهرة هانتوما البنات. تشوب طايح وزوين واللوينات فيه راقية جمالية وأناقة. بغيتك تشرح لي هاد الخياطة اللي فيه هنا ناصر؟ هذا قميص بالسويفة ديال السم صاري. أييه نص هذا النص. النص كيكون كتسمى قميص هذا النص. هذا قميص. بليزيست خاص ديالو بزواقة البوزة. أييه. وجوهرة ديال السعودية. ديال السعودية. أكيد يلاه لقيتيني غنقول لك جوهرة ديال السعودية. كيكونوا فيها لوينات. بالنسبة لهاد الطرزة هادي، بالنسبة لهاد الطرزة هادي، واش ممكن إلا طلبت منك كليانة تهبط عليها حتى لتحت تهبط عليها؟ هبط لتحت ماشي مشكل. يعني هذا بان لي أنا ضاير ما فيهش الفتحة. هذا قميص بلا فتحة. هذا قميص بلا فتحة بلا حزام ديالو. بلا حزام. يعني هكا عاوتاني تبدلات الفكرة. يعني دائما تلاحظوا بلي القمصان تيكونوا عندهم الحزام ديالهم، ولكن كيف ما شفتوا البنات هانتوما. يعني خياطة تبارك الله متولة وعلى حقها وطريقها. هذا الثمن ديالو شحال كيدير؟ هذا بالنسبة للثمن ديالو كنصايبوه توب وخدمة وكل شيء ب 1000 درهم. توب وخياطة وكل شيء 1000 درهم. واللي جابت معها التوب؟ بالنسبة للتوب عاوتاني جابته متصايبة معها في التوب. كتصاوب معها. دونك البنات كيف ما قال لكم الأخ ناصر، توب وخياطة من عنده وكل شيء ب 1000 درهم، وإلا جبتي التوب معاك إن شاء الله راه غادي تصاوب معاك في الثمن. وهذا بالنسبة لهاد لي زاكسيسوار هادو اللي عندي، كيف ما كتشوفوا سلسلة فيها هاد لي زاكسيسوار اللي هنا لاصقين فيها أوفال. بالخاتم ديالها وبالطوينكات ديالها، هادو حتى هما من عند الاخ ياسين كيف ما كتعرفوا اللي بالضبط موجود حدا الاخ غلام اللي تبارك الله عليه كيبدع بزاف ديال الحوايج. وهاد لونسومبل هذا كيدير 120 درهم البنات. البنات كيفاش جاتني هاد الجلابه هادي؟ حمقاتني بزاف بزاف وعجباتني. جلابه بخي كلاس هابه زوينه والخياطه ديال الراندا كيف ما كتشوفوا والثوب ديال جوهره ياك ناصر؟ ديال جوهره مخدوم بالراندا. مخدوم بالراندا هانتوما شوفوا الكمين، يعني تبارك الله على اللي مخيطاها. وحتى الثوب طايح عجبني بزاف وجوهره فيه لوينات زوينين. راكم شفتوا في القميص اللي بينت لكم من الاول، شنو الفرق ما بين القميص اللي بينت في جوهره الخياطه وما بين هذا؟ هذا بالنسبه لجوهره هذه الاولى اللي قياسي. اها. مخدوم بالصم. مخدوم بالصم. كانت جوهره معروفه كتخدم بالراندا. اييه. حنا بنا لها الموديل. يعني جبتوا فكره جديده. فكره جديده بالنسبه لجوهره كنخدموها دابا بالصقلي. اها. وماليزيست خاص كتجي زوينه كتبدل. اييه. بالنسبه لهذه جلابه وقفطان اللي لبستي انت. هذه جلابه وقفطان هانتوما البنات. غادي نوريكم. هانتوما عامر من تحت. هانتوما البنات قفطان كيف ما كتشوفوا. انا غنوريكم غير من هنا من الفوق غادي نقرب باش تشوفوا. يعني ها الخياطه هابطه بالراندا بحال هكا حتى لتحت، وفي الجلابه اللي فيها فرقه الوسط. اما القفطان كيبقى على شكل دائري. هانتوما البنات شوفوا مع لي زاكسيسوار كيفاش بانت هائله. هانتوما البنات هذه توب وخياطه عندك. توب وخياطه من عندك. اياه تبارك الله عليك هذا الشيء هائل وزوين. دير شي عروسه ان شاء الله تكون لي عروسه ان شاء الله للجميع. جميع الدريات اللي مادين يديهم الحنه. هانتوما البنات فنه. دونك هذه دو بيس بشحال كدير؟ هذه دو بيس كدير 1300 درهم. 1300 درهم القب. هانتوما البنات شوفوا القب. القب حتى هو بان ليا بالراندا البنات. حتى هو بالطرس داير الراندا. ياه واو زوين هادشي هائل. دونك هادي قلتي لي 1000 1300 درهم. 1300 درهم توب وخياطه. توب وخياطه وفيها الالوان. وفيها الالوان وفيها الشكال. يعني بغيت نعرف واحد القضيه بالنسبه للناس اللي كيجيو عندك، واش كيخلصوا لك كل شيء في الوقت ولا كيبقاو كيتصرفوا معاك من شهر لشهر من سيمانه لسيمانه على حساب؟ دابا بالنسبه للكليان كيجي كياخذ التوب وخياطه كيعطيك افونس. اها. وكتم خدام مره مره كيجي يدفع لك افونس انت كتوجد يعني السلعه. يعني بين ما وجدتي لي انت ما توجدش السلعه. كيبقى هو يجيب لك من سيمانه لسيمانه مثلا على بين ما وجدتي لي وكيعطيك فلوسك ان شاء الله كاملين. هذا هو
اللي كاينه ان شاء الله. هانتوما البنات جلابه انيقه لك فتاتي العجيبه لبسي وعاودي ان شاء الله عند ناصر تقدر ولي زاكسيسوار حتى هما راه عند اخ ياسين هذا الشيء زوين تبارك الله عجبني بزاف بزاف. ودابا غادي نخليكم مع لبسه واحده اخرى. البنات لبست واحد الفراشه كيف ما كتعرفوا الفراشات حتى هما كنلبسوهم يعني سواء في عرس كنبغيو نبدلو بهم يعني لبسنا تكشيطه ونبدلو بفراشه سواء سبوع شي مناسبه كيف ما شفتوا البنات. هانتوما فراشه فنه وغزاله والخياطه تبارك الله متقونه. هاد الثوبه ناصر شنو سميتو؟ هذا لا مسلم من الفوق اها وتحتاني دوميسوا ديال الحرير. ايه ها هو البنات ها هو كيف ما شفتوا. ايه وهاد الخياطه هادي هادي فراشه مخدومه بالصم كارتي وبليزيست خاص وبالزواقه حتى الكاطفي. ايه وفيها اللوينات فيها اللوان فيها الاشكال وفيها لي موديلات الزواقات كاينين بزاف ديال الزواقات يعني كاينين بزاف ديال الزواقات. هانتوما البنات شوفوا فراشة هائلة زوينة لبسي وتمتعي مفهومة شفتو. والثمن ديال هذا الأخ ناصر هذه 750 درهم. هذه 750 درهم هذه توب وخياطة. هذه توب وخياطة ولا كانت توب من عندها؟ إلا كانت توب من عندها عاوتاني ثمن آخر يعني كتكون ناقص الثمن. كيكون الثمن عاوتاني إن شاء الله وبإذن الله. دونك قال لكم ناصر هذه كدير 750 درهم البنات. كاينه هاد الجلابه هادي كيف ما كتشوفي هادي جاتني في قياسي تقول مخيطها على قياسي هادي جات هي هادي خير ياك لا يخطي. كيف ما كتشوفوا الثوب كيبقى سامبل الثوب طايح. شنو سميت هاد الثوب هذا؟ هذا كريب دو سوا. هذا كريب دو سوا هي وهاد العماره اللي هنا فنه غزاله عجبتني بزاف. عجبني هاد الحجر اللي بالبيض وتقريبا بلونوي والفير يعني عطا واحد الجماليه الجلابه كيف ما كتشوفوا سامبل يعني فيها الحجر هنا الوسط ديال الجلابه وفيها في جناب ديال الجلابه. وهاد الخياطه هادي شنو سميتها هادي اللي هادي جلابه بالضفيره بالضفيره ومخدومه بالعقيق ومخدومه بالعقيق اياه. والثوب ديالها راه كيف كنقول الثوب ديال كريب دو سوا كيجي بالعقيق زوين وكيجي فيه جميع الخدمات الموديلات كيجي فيه زوين. هادي الثمن ديالها هادي بالنسبه للثمن ديالها ب 700 درهم. هذا البنات الثمن ديالها كيدير 700 درهم يعني ثوب وخياطه ثوب وخياطه. واكيد الا جبتوا الثوب من عندكم ان شاء الله غادي يكون ضروري ناقص في الثمن. هذا موديل جديد البنات كيف ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا عفوا جلابه في قلب جلابه. دونك شرح لي كيفاش قليت الجلابه في قلب جلابه هذه اول مره غادي نشوفها. هذا السيل جديد هذا السيل جديد هذه جلابه في قلب جلابه دو بياس مخدومه باليد بنص تزايري وبالدبانه بنص نص تزايري نص تزايري وبالدبانه باليد اياه ومخدومه التوب ديالها سوسدي سوسدي. اين الثوب؟ واش الثوب الفوقاني ولا الثاني؟ الفوقاني السوسدي الفوقاني السوسدي اللي يعني هو كيبين كيف ما شفتوا البنات الثوب كيبين باش يبين الجلابه اللي تحت اللي لتحت ياه والتحت والجلابه لتحت والتحتاني دو ميسوا مخدوم حتى هو باليد حتى هو مخدوم باليد. هانتوما البنات هذا ستيل جديد جلابه في قلب جلابه هانتوما كيف ما شفتوا. وحتى اللوين راقي الكغي مع هاد لو جون هذا هائل بزاف بزاف كيف ما شفتوا. والثمن ديال هذه دو بياس بشحال؟ هذه بالنسبه لهذا الموديل هذا بالنسبه لخدمه اليد كطلع ب 1500 درهم 1500 درهم 1500 درهم. ولا خدمات في الماكينه مثلا؟ لا كانت بالماكينه كاين لي موديل ديال الماكينه بزاف وكاين الالوان ديالو اييه الشكل. وواحد القضيه بغيت نسول يعني بامكان السيده غادي تاخذ مثلا هاد الثوب وتبغى دير لي غير خياطه سامبل غادي يطلع ارخص من هاد الخياطه اللي دايره؟ يطلع اقل بالثمن اقل يعني كيف ما قلتي كاينين موديلات في الخياطه كاين موديلات في الخياطه على حساب السيده وشنو بغات. الاشكالات اللي كيجيو مع السوستي كاينين بزاف ديال الموديلات بزاف. هانتوما البنات شوفوا تقولوا بحال مخيطه في قياسي كيف ما شفتوا البنات ياك داكشي هائل تبارك الله عليك الاخ ناصر عندك ما يتشرى وعندك ما يدار عندك شي حوايج فنين وغزالين تبارك الله عليك. هانتوما كيف ما شفتوا الجلابه المهم انا كيعجبني التقليدي وبغيت نوريكم هاد التقليدي ومازال غادي نوريكم التواب ديال الكشمير اللي قال لكم الاخ ناصر بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو جلالب ديال الشتا وفيهم موديلات ديال الخياطه. انا قشر انا غادي نخيط واحد الجلابه عنده نيج وغادي نوريها لكم ان شاء الله. اذا الاخ ناصر شرح لي هذوك التواب اللي سولوا عليهم الناس بزاف واللي بغاوهم حيتاش الحال ديال الشتا بغيت نعرف كل ثوب والثمن ديالو وكل ثوب والسميه ديالو كيف ما كتقول. ماشي مشكل اذا كان هذا هو الكشمير اللي قلت لك دابا خارج جديد اييه هذه الزواقه جديده اها كشمير بالجاكار
اها شي حاجه كاليتي مزيانه. غنشوف لاش قيستو مع لي بوط. اياه كيجي قصير مع لي بوط وحتى الثوبه البنات راه زوين. كيجي بالفصاله مخزنيه، كيجي في الفصاله الايفازي في الدغوار، كلشي كيجي به. بالنسبه للموديل كيجي فيه كلشي. اها كاين هذا الموديل هذا والثوب الثمن ديالو. هذا الثمن ديالو 230 درهم. 230 درهم. 230 درهم. اياه كاين الوان. اها كاين هذا الشكل هذا. واو زوين هذا هائل. انا بالي هذاك الاول اللي ورجينا فونسي على هذا. هذاك الاول اللي فونسي وهذا حتى هو كاشمير. هذا غليظ. هذا كاشمير كريستال. هذا كاشمير كريستال جديد. اييه هذه زواقه جديده. اها حتى هو كيجي بالنسبه للبصله مخزنيه، كتجي قصيره مع لي بوط. اييه وكيجي بجميع البصلات الخياطه عاوتاني. يعني كل وحده على حساب الذوق ديالها وعلى حساب الستيل اللي كتبغي تلبس. كل وحده والذوق ديالها. والثمن ديال هذا؟ هذا 250 درهم. هذا 250 درهم. يعني الا كان ثوب وخياطه مثلا بشحال غادي يطلع جلابه؟ بالنسبه الا كان غير خياطه القطيب خفيفه بالماكينه كتطلع ب 500 درهم. يعني كتمشي على حساب الزواق اللي بغات السيده وعلى حساب الخياطه. هذا هو اللي كاين. اييه مشكور اخي كمل ليا. وكاين هذا الكريستال هذا كحل حتى هو فيه اللوينات زوينين والثوب ديالو بالنسبه لهذا الكحل هذا كيجي مع كل شيء. هذاك الثوب كيبان. اييه وحتى هو في الخياطه ديالو كيتخدم بالكحل كيطلع زوين وكتجي فيه الخدمه ديالو زوينه. اييه الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 230 درهم. 230 درهم. بحال الثمن ديال الاولاني. اها وكاين هذا الكاشمير هذا. اها عجبني هذا الكاشمير زوين بزاف. كيتخدم حتى هو في الخدمه حتى هو خفيفه. اها كيتخدم بواحد اللوين كندير في واحد اللون كيجي فيه زوين. اييه معروف باللوين اللي كنخدم فيه انا. كيجي فيه اللوان زوينين وفي جميع اللوينات. يعني تبارك الله ما شاء الله راك كتبدع في الخياطه وعندك تبارك الله يعني دي موديل وعندك ديزاين تبارك الله يعني عند الحق السيده تختار فين ما بغات. فين ما بغات اي موديل اي حاجه يقدر نعطيها شي حاجه من عندي تجيها زوينه. نها تبارك الله عليك. وانت تبارك الله راه عندك خبره في هذا الشيء. تبارك الله عليك من خلال يعني غير التكاشات والقفاط اللي لبس وجلالب اللي عندك وخصوصا الجلابه اللي لبست الاخره ديال دو بياس راه سطاتني حمقاتني. والثمن ديالو قلتي لي هذاك؟ انا بالنسبه للثمن ديالو 200 درهم. يعني هادو نفس الثمن؟ هادو نفس الثمن فيه اللوينات ديالو بزاف. فيه هذا فيه الكتالوج ديالو فيه جميع الالوان كاين فين تختار. يعني كاين فين تختار. حنا كنوريو لبعض الالوان وملي غادي تجي ان شاء الله راه غتشتري اللون اللي بغيتي واللي غادي يواتيك. عندنا موديلات مخيطين فيه بالنسبه لهذا. اييه اللي بغيتيها طالعه راه كاينه شي حاجه طالعه اللي كان الانسان مزروب ما بغاش يتسنى الوقت. كاين الموديلات فيها طالعين. اييه تبارك الله عليك. كاين الوان. اييه هما كيف كتشوفي دابا انت هما الالوان ديالو هنا. ها هما البنات هاد اللون هذا. هذا كريسوري. اييه هذا كريسوري. هذا كريسوري. اييه حتى هو زوين كيتخدم بواحد اللوين كنخدمو بواحد اللوين على حساب الذوق ديالي كيجي زوين. اييه وكاين هذا الماغو هذا. اييه كيتا هو كيجي زوين. هذا سوري ولا لبناني؟ لا هذا مغربي. وكاين هذا الكرينوار. اييه كيجي تا هو بالنسبه للخدمه ديالو كندير فيه واحد اللوين اللي يجي معاه. يعني انت كتحاول تناسق الالوان والخياطه اللي كتجي مع الثوب على حساب الثوب. اييه تبارك الله عليك مولاي. هذا الموف هذا إيه؟ كيجي حتى هو اللوين الخدمه ديالو كتجي فيه بالنسبه على حساب الموديل. كاين اللي كيبغي بالقطب بالماكينه، كاين اللي كيبغي بالبرشمان باليد. اييه يعني كل واحد شنو كيبغي. كل واحد دونك هادو هما الموديلات اللي عندك هنايا. هما الموديلات ديال الثواب. بالنسبه للكارو. بالنسبه للكارو. بالنسبه للكارو هادو هما اللوينات. إيه؟ واحد الزواقه جديده دابا يلا خارجه. اييه نشوفوها. هي هذه كيف كتشوفي في المجله ديال اخر ابداعات. اييه 2019. اييه كاين هذه كنديروا فيه شي موديلات كاين فيه لوينات بزاف. يعني كاين ما يدار تبارك الله. كاين ما يدار وكاين ما يتشاف. كاين زواقات جداد وكاين ثوب جداد. مرحبا بكم عند ناصر تبارك الله. راه غادي يتصاوب معكم في الثمن وكنتمنى انكم تجيو تزوروا ناصر وتشوفوا. كاين هذا الجاكر حتى هو. هذا حتى هو فيه اللوينات زوينين. واو زوين هذا فن فن فن. كتخدم بالنسبه لهاد الموديلات هادو ديال اللي هاد الخياطه هادي حتى هي زوينه هادي عجباتني من هنايا. جديده جديده زواقه التاج هادي. اييه زواقه التاج زوينين فيها. يعني تبارك الله كاين ما يدار. كاين ما يدار. يعني بالنسبه اللي كيف كتشوفوا في هاد الكارو هذا كاين السامبل. كاين الكشمير في السامبل. كاين الكشمير في السامبل هو هذا اللي غادي نبينو. هو هذا غنوريك اللوينات ديالو. ها هو البنات. هذا هو الكشمير. هذا هو الكشمير في السامبل. هذا هو الكشمير في السامبل. الثمن ديالو هذا بشحال؟ هذا 250 درهم. 250 درهم في جميع الالوان. جميع الالوان. وهذا هذا هو كشمير. حتى هذا كشمير سامبل. يعني الثواب والوان العيالات الكبار الدريات الصغار راه كل شيء يلبس وكل شيء خيط. اللباس التقليدي دائما كيبقى بواحد الاناقه بواحد الشياكه اللي تبارك الله ما كيموتش. هذا هو اللي كاين. اياه وهاد التويبات اللي عندك هنا. هاد التويبات هذه مليفه. هذه مليفه. هذه اكسترا. اييه اللوينات حتى هي. اييه والثمن مناسب. الثمن مناسب شحال الثمن ديالها؟ ندير لها 180 درهم. 180 درهم يعني تبارك الله عليك هذا الشيء هائل زوين. ها انتم البنات كيف ما كتشوفوا ناصر تبارك الله عليه عنده ما يدار عنده ما يتشرى عنده ما يتشاف. ها انتم كيف ما شفتوا شوفوا لي لي مانكا
اللبسات اللي لابسين، اش منك يا جلالب، اش منك يا قفاطن، اش منك يا فراشات، بزاف ما يدار خياطه انيقه وذات جماليه، ولكن سيداتي ولكن فتاتي يعني تبارك الله عليك عندك ما يدار الاخ ناصر. بالنسبه لهذيك اللبسه اللي شفتي قبيله اللي مخدومه هذيك ديال المبرا، اها كاين التوب ديالها فيه اللوينات، كاين التوب ديالها نوريك اللوان ديالها فيه اللوينات، فيه اللوان اياه عطيني نشوف الالوان ديالو خطام في هذا اللون هذا. اه يعني عندكم اللوينات اخرى كلها. هذه تبارك الله ديال شي عروسه ماده يديها الحنه. ها انتوما كاين هذا اللون وكاين هذا الموف على حسب الزواقه، كاين زواقات بزاف ماشي غير هاد الزواقات. لاحظت واحد القضيه، يعني واش مازال هنا بامكانك تقدر تزيد تنبت الا بغات ولا غير هنا هاد؟ لا هذا التنبه بحال بالنسبه للطرزه خفيفه والتنبات خفيف كيجي داكشي زوين كيجي يعني انيق اياه تبارك الله عليك خفيف وزوينين اياه. وكاين يعني فيه الوان، كاين الوان بالنسبه للوينات كاين الالوان كاين البلوروا حتى هو كيف كتشوفي اياه، واي لون كاين جميع يعني الالوان، جميع الالوان كاينين جميع الالوان. البنات كنتمنى حلقه اليوم تكون عجباتكم، وكنتمنى دائما تكون حلقه خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوش بارطاجي البنات معايا لي فيديو ان شاء الله نوصلوا للمليون مشترك. علاش لا، اي واحد فينا عنده قناه الله يسهل عليه والله ييسر امره. وكنتمنى هذا الشيء اللي وريتكم البنات، يعني كتعرفوا اللباس التقليدي ولا بغيتوا تلبسوا شي حاجه اللي مزيانه وشي حاجه اللي كتبان دايره شويه الثمن. وناصر تبارك الله عليه عنده ما يدار، عنده ما يتشاف، عنده ما يتشرى، عنده الوان، عنده بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. كنتمنى انكم تجيو عند ناصر الموجود في قصريه الزموري درب غلف، اللي غادي نخلي لكم التليفون ديالو يعني مع لا فيديو، غادي نحط لكم التليفون ديالو في اول كومونتير ديالي. وراه كيتواجد بالقرب فين كاين غلام وكاين ياسين، غير الدوره ديال ياسين توصلوا غير حدا ياسين ولا غلام غتسولوا تقولوا لي ناصر غادي يوريه لكم ان شاء الله. البنات فرجه ممتعه، الله يطول في عمركم، وشكرا على الكلمه الطيبه في حقي والكلمه الخلوقه اللي كتقولوها في حقي. خليت لكم الراحه الحبيبات.